اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. احنا معادنا كل يوم ثلاث من كل اسبوع بنعمل الاكلات من كل المطابخ. النهارده مع بعض هنعمل اكله القلقاس. هتقول لي يا شيف وغازي ما القلقاس ده مشهور عندنا في الريف المصري والصعيد المصري؟ لا بالعكس، انا اكتشفت ان القلقاس ده من الاكلات المشهوره في اليابان ومفيد جدا. لو عرفنا فوائد القلقاس اعتقد ان احنا ممكن ناكله كل يوم. من اهم فوائده بيأخر الشيخوخه. قولوا لي مين كده مش عايز يعني يعيش طول حياته شباب وما ينسى للشيخوخه دي خالص؟ فالنهارده مع القلقاس هنعمله بكذا طريقه، بيعزز صحه القلب ومفيد جدا للجهاز الهضمي وبيعزز صحه القولون. فتعالوا نشوفوا القلقاس ده يتعمل ازاي بالخضره، يتعمل بالطماطم، وايه اسراره وايه اللي بيميزه. الكلام ده هنشوفه في التفاصيل باذن الله. معانا النهارده طبق مشهور جدا من المطبخ اللبناني والمطبخ السوري، نوع من انواع المقبلات مشهور في المطاعم الكبيره، اسمها المحمره. انا مسميها مقبلات الشيف البغازي. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، والمحمره دي الاساس بتاعها البقسماط بتاعنا بتاع الشاي الصبح. قولوا لي ما حدش بيفطر كل يوم بالبقسماط ده مع الشاي. انا شخصيا بحبه، حاجه سريعه كده وسهله، كوبايه شاي بالحليب ونحط فيها البقسماط ونغمس. النهارده هنعمله نوع من انواع المقبلات مشهور جدا وبيندفع فيه بالدولار قد كده، ولكن بيتعمل باسرار المطبخ الشامي. بيحتوي طبعا عصير زيت الزيتون ودبس الرمان، دول مهمين جدا في المكونات بتاعته وبتبقى دايما سبايس. هنعمل مع بعض النهارده كمان كيكه جميله جدا بالكاكاو، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. واسرار عمل الكيكه بالكاكاو احنا هنضيف لها النهارده اللوز، واللوز قيمه غذائيه عاليه جدا بيعلي الاوميجا 3. في سؤال مشهور جدا على السوشيال ميديا مع الشيف المغازي، الشيف المغازي ليه بيستخدم دايما في الاكل بتاعه الزعتر والثوم، والثوم والزعتر؟ أنا هجاوب على السؤال بتفاصيله وأسراره وليه أنا بستخدمه علشان أنت كمان تستخدمي كتير. الكلام ده بعد الفاصل. هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل والقلقاس. يعني أنا رحت عند الراجل بتاع الخضار، عرفت معلومة ما كنتش أعرفها. طلع في القلقاس في حاجة اسمها ذكر وأنثى. سبحان الله والله العظيم. قال لك تعرفهم ازاي؟ الأنثى بيبقى فيها دايما حاجات عروق كده طالعة من الأطراف زي ما هي باينة كده. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري. يعني فيها بزابيز، حاجات طالعة كده زي جذع الشجرة اللي هو ده وده كده اهو، متعددة. عكس دي ما فيهاش اهي، تلاقي دي ما فيهاش أي حاجة، تلاقي جسمها ملمس. هو ده. حلو الكلام ده بالنسبة للقلقاس. في منها الذكر والأنثى. القلقاس ده لازم يتجاب ويتغسل كويس قبل ما نشتغل فيه عشان الطينة والرملة اللي موجودة فيه، لأنه من الدرنيات زي البطاطس وزي البطاطا وزي الفجل وزي اللفت. فالحاجات الدرنيات دي تتغسل جيدا عشان نتخلص من الرملة والطينة قبل استخدامها. تستخدمها في على بلانشة ما بين ايدك بالسكينة، الحاجات دي مهمة جدا عشان وجوزك بياكله واحنا قاعدين على السفرة بتاعتنا ما نحسش ان في قرمشة كده في الصلصة او في الشوربة بتاعت القلقاس. دي مهمة جدا على فكرة، ولغاية دلوقتي لازم نتلاشاها. مهم قبل ما نشتغل في اي حاجة. مقادير القلقاس بالخضرة على الشاشة، عبارة عن القلقاس وسلق كزبرة خضراء، دول مهمين جدا. وسبحان الله تواجد الموسم وتصادف القلقاس مع السلق الأخضر ده مهم جدا عشان الاتنين بيتفقوا مع بعض على طعم جيد جدا. ومعانا كزبرة خضراء ومعانا توم ومعانا عود شبت صغير في المقادير، وننساش بصلاية مفرومة ناعمة، ونستخدم المادة الدهنية بتاعتنا يا إما زيت زيتون يا إما سمنة بلدي حسب الرغبة. بهاراتنا ملح وفلفل وشوية كمون وشوية كزبرة، هي دي المقادير بتاعتنا ببساطة. تعالوا شوفوا إزاي نقشر القلقاس ونستخدمه صح. حلو الكلام؟ شايفين القلقاس؟ حلو قوي. في سؤال طبعا أنا طرحته قبل ما أخلص، قبل الهواء، قبل مطلع الفصل، اللي هو ليه الشيف المغازي بيستخدم دايما التوم والزعتر؟ بالفعل انتوا معاكم حق، وانا مش ملك نفسي وبس، انا ملك الجمهور زي ما بيقولوا. يعني الشيف المغازي بيستخدم دايما البابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، التوم والزعتر. انا بربط التوم بالزعتر بحاجه مهمه جدا. التوم معانا مشكله معاه لما بناكله بتبقى ريحه الفم بتاعنا مش لطيفه. اي نعم التوم مفيد جدا و مفيد للصحة وبيداوب الكوليسترول في الدم وبيحرك الدم في الشرايين الدقيقة للجسم وبيعزز صحة القلب وله فوائد كتيرة قوي التوم. ولكن لما ناكله لازم برضو نحطه في الاعتبار ان احنا ما نتأذاش منه. يستخدم معاه نعناع أخضر،
نستخدم الزعتر، نستخدم الروزماري. طب ايه الفليفر الجميل الحلو اللي ممكن يضاهي التوم في الريحه بتاعته؟ الزعتر والريحان. لو احنا بنستخدمه في مكرونات تبقى الريحان، بنستخدمه في بعض الاكلات زي الفطاير والمعجنات يبقى الزعتر، بنستخدمه في الالبان بنعمل اكله لبن يبقى نستخدم النعناع الاخضر او النعناع الفريش او النعناع اليابس اللي احنا عارفينه. عشان كده الشيف المغازل دايما بيستخدم الزعتر بالتوم لما نيجي نستخدمه في اكله. القلقاس انا قشرت واحده قدام حضراتكم ولو لاحظتوا ان انا ما غسلتهاش، انا عايز اقشر الثانيه كمان وانا معاكم كده، لان انا عشان اعمل القلقاس انتوا اشطر مني في عمايله، ولكن انا بركز في نقاط مهمه جدا. ولو ملاحظين انا بقشر القلقاس ازاي اهوت عشان ما تعوريش ايدك. اه انا قشرت واحده بايدي كده، ممكن انت ما تعرفيش تعملي اللي انا بعمله. هنعمل ايه؟ وتلاحظوا ان دي حمراء شويه لان دي الذكر. اهو اللون مختلف هنا. اهو تلاقوا البيضه الانثى، الحمراء دي اللي هي الذكر. اهو ده اللي انا عرفته من الراجل بتاع الخضار، عنده خبره بقى، وقال تعرف الشيف مغازي؟ قلت له نعم. قال لي القلقاس في منه ذكر وفي انثى، قلنا سبحان الله، فعرفت منه المعلومه وقلتها. هل هي صحيحه ام خاطئه؟ الله اعلم. اهو شايفين الجو ده كده. اهو طب قلت له يعني ايهما افضل؟ قال لي بصراحه اللي هي بتبقى فيها بزابيز بيبقى لون السلق بتاعها ولون الشوربه بتاعها لونها ابيض، الحمراء دي بتبقى لون الشوربه حمراء شويه. برضه معلومه اهو شايفين، ما جبتش لا ميه ولا اي حاجه خالص، بس غسلته كويس قبل ما اقرب السكينه منه، ده مهم جدا. اه والسكينه زي الفل اهيت، مفيش الماده المخاطيه اللي احنا عارفينها اللي ممكن تعور ايدك، اللي ممكن تبهدل لك الدنيا، وتخلص من ده كده بالراحه خالص. وامسح بمنديل، اهم حاجه مفيش لا رمله ولا طينه، واللي انا بعمله دلوقتي اهم من طبخه القلقاس، خلي بالك. اه اللهم صل على النبي. بتحمري بطاطس، بتشوي بطاطس في الفرن، بتقطعي قلقاس، حط في الاعتبار الرمله والطينه اللي هي طالعه منه، الدرنيات احنا كلنا عارفين. اه السكينه بتاعتي زي الفل، هنقطعه كده. اه اللهم صل على النبي. عايزين نعمله مسقعه بقى نعمله، عايزين نعمله بطاطا زي البطاطا الحاره نعمله مكعبات كده، وياخد كزبره وياخد توم ويبقى لطيف زي البطاطا الحاره اللي احنا عارفينها. نقليه في قلب الزيت، ده بيتقلي يا شيف؟ اه بيتقلي، بيبقى طعم البطاطس بالظبط. اه 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 شايفين ازاي بقطعه؟ آه. في البعض بيقطعه حتت كبيره والبعض بيقطعه حتت صغيره. القلقاس ده يتعمل مع اللحمه، يا سلام لو عملناه بلحمه ضاني مفرومة أو هبر. إحنا معانا لحمة بتغلي على النار، هنبص عليها دلوقتي، بس أنا مهم جدا المعلومة ديت إن إزاي أقطع القلقاس بالشكل ده كده. أهو أجيب ده هنا كده قدام حضراتكم، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو والتقطيع دي مهمة جدا. أهو أوعي تجيبوا جنبه مية. أهو كل القصة إن أنا غسلته وقطعته بالشكل ده كده، دي لونها أحمر شوية. أهو والسكينة تنزل فيه كده زي قالب الحلاوة الطحينية، اللهم صل على النبي. أهو اه قطع كده. قطعنا شويه، معايا لحمه بتستوي على النار، هنحط القلقاس ده يستوي مع اللحمه دلوقتي ونجهز له الخضره بتاعته. ايه خضره القلقاس يا عم الشيف؟ سلق، كزبره خضراء، ثوم، زيت زيتون او سمنه. انك تحط تعمليه بزيت الزيتون او السمنه القرار قرارك. اه طب ايهما افضل؟ بالامانه هي لو معلقه سمنه بلدي تبقى لطيفه، عايزه تعمليه صيامي استعمليه بالزيت الزيتون طبعا يبقى حلو وجميل وزي الفل. اه 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 قطعت القلقاس اللي خد مني وقت، ده مش هيتغسل خالص ولا هجيب جنبه ميه. المخرج الجميل سالني سؤال قبل ما اطلع الهوا، قال لي لما عرف فوائده طبعا انه بياخر الشيخوخ، اول ما قلت بياخر الشيخوخه قال لي يا شيف مغاز ده ينفع يتخزن؟ على طول اه ينفع يتخزن. طب يتخزن ازاي؟ هو ده الكلام المهم. اه شفت انا بعمل ايه؟ اه اه زي ما انا شغال كده. اه بيتقطع مكعبات صغيره بالشكل ده كده، ويتعصر عليه ماده حامضه زي الليمون، ويتخزن في اكياس ونستخدمه وقت ما نحب. اه القلقاس يا عم عمر، مفيش شيخوخه من بعد النهارده يا عم عمر. وعمر قفل. عايزين لحمه الضاني على النار، بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم والبهارات بتاعتنا، شويه شوربه لهم شخصيتهم. يعني ايه لهم شخصيتهم يا شيف؟ مكترين التوابل والطعم. جيبوا لي الشوربه يا شباب، الشوربه اهي. حلو الكلام، هنحط القلقاس في قلب الشوربه. اه اه ويكمل سواه مع اللحمه. طيب تسويه اللحمه الطيب نفس تسويه القلقاس؟ البعض بيسال دلوقتي وهو قاعد بيتابعنا على شاشه القناه الاولى، طبعا لا، اللحمه هنا خلاص قربت على السوى،
اسقط القلقاس في قلبيها اهو اهو، واسيب القلقاس يستوي مع اللحمه، وتعالوا مع بعض نعمل الكيكه بالكاكاو عشان نحطها في الفرن ونخلص منها. القلقاس ده يتسلق واعمله نوع من انواع المقبلات. الله عليك يا شيف لما تبدع. يتسلق زي البطاطس اهو، ما فيش، بسيطه خالص، في شويه ميه واتسلق، ما بياخدش وقت كبير على فكره، هو بينافس البطاطس في التايم بتاع التسويه. سلقته تمام زي الفل، بحمر تومه في شويه زيت زيتون، واشوح القلقاس ده بعد سلقه زي الفل كده، واضربه في الكبه، واقدمه نوع من انواع المقبلات مع عصره ليمون عشان ما يتاكسدش معايا، ويبقى نوع مقبلات جميل جدا على السفره، بينافس الحمص الشام وينافس البطاطس وينافس بابا غنوج وكل حاجه في الدنيا. الله، هناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف مع بعض اسرار عمل القلقاس بالخضره، وازاي نعمل الكيكه بالكاكاو، ونعمل طبق مقبلات مشهور جدا في المطبخ السوري واللبناني اسمها المحمره، ولكن الشيف المغازي يعملها على طريقته. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا، في اسئله كتير على السوشيال ميديا، الكيكه ومن ضمن الاسئله حالا دلوقتي عايزه الكيكه يا شيف مغازي. تعالوا نشوف مع بعض مع فرسان التلفزيون المصري والابداع مقادير الكيكه بالكاكاو. الكاكاو ماده خام بتجيبها طبعا، تشتريها تكون نوعيه لطيفه، في الرخيص وفي الغالي، جيب الحاجه المتوسطه الحلوه. ومعانا من البيت 5 بيضات او 6 بيضات صغيرين، معانا فانيليا، بيكنج باودر، سكر، حليب، زيت، دقيق. كيكة بالكاكاو، الطعم هنا كاكاو، ممكن نعملها بالبرتقال، ولكن الشيف المغازي هيجود في الموضوع عشان الأطفال لما ياكلوا منها، ونضيف لوز مطحون. يا مزاجك اللوز يا مغازي. المقادير على الشاشة، لوز مطحون يتصدر القائمة في المكونات، 5 بيضات، فانيليا، كاكاو 4 معالق، مع نص كوب من السكر، ربع كوب من الزيت، أنا بحب الزيت كتير في الكيكة، ممكن نحط سمنة. معانا من الحليب 1 كوب، ومن الدقيق طبعا 2 الا ربع. الربع راح فين يا مغازي؟ هنقوبه مع الكاكاو وشويه حليب ونوزعهم على اول ما بقول بيض يبقى فانيليا، وانت مغمضه كده عشان الريحه والزفاره بتاعه البيض. بقول بيض في مكونات الاكل يبقى فلفل اسود او بابريكا او زعتر وهكذا من القبيل. نحط السكر يساعد على ذوبان البيض. شفت انا بشتغل ازاي؟ بنفس الطريقه، وجود السكر كده سريعا. يلا يلا. ولا مضرب ولا حاجه. تلمس الحاجه بايدك كده علشان تحس بطعمها. بعد السكر ننزل بالزيت، هنلاقي الزلال هنا والقوام اختلف معانا. دخلنا على قصه المايونيز. شايفين القوام؟ تقل معايا شويه، لان الزيت طبعا انتوا عارفين ان هو كثيف وتقيل. حلو، ننزل بيه يا عم الشيف بالحليب، دي مواد سائلة كلها مع بعضيها. ويتقلب. حلو، ننزل بشوية لوز. يا مزاجك اللوز. اللوز ينزل هنا نص الكمية. في قلب الخليط. لوز مطحون. ممكن عين جمل؟ ممكن بندق؟ بندق. ممكن فول سوداني؟ ممكن. ونقلب دول كده ونخليهم على جنب. انت بتبني الهرم الغذائي هنا. مكسرات، بروتين، نشويات، كالسيوم، معادن، كل ده موجود معانا. حلو قوي. نخش على اكل. لازم نقلب البيكنج باودر كويس قبل ما نحطه على الدقيق. طب عندك بيكنج باودر في الدولاب؟ دورت لقيت شويه. ما تشتغليش في الكيكه خالص غير لما تعملي اللي انا هقول لك عليه ده. صلي على الحبيب الاول، قلبك يطيب. ايه اللي عامله يا شيف مغازي؟ البيكنج باودر ده جابه جوزي، جبته من السوبر ماركت وانا راجع من الشغل، وناسيه جايباه امتى. اعمل ايه علشان اشتغل بيه؟ بحط البيكنج باودر يا حاجه صافيه في كوبايه، واحط عليه شويه ميه، فاره بقى زي الفوار، استخدميه واتكل على الله. محلك سرك ومفرشي، ما تخسريش لا البيض ولا الدقيق ولا الحليب ولا الزبده بتاعه الكيكه غير لما تجيبي بيكنج باودر. تاريخ صلاحيته ساري. ايوه يا حاجه صفيه. اهلا يا شيف احمد، ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. انا عايزه بس تعمل لنا البسطه فلور اذا سمحت.
الباستا فلورا عينيا. اه تسلم عينك. نعمل لك الباستا فلورا يا ست الكل. حاضر. باستا فلورا نعملها بالفراوله وانا بحب الفراوله. اه شايفين دي يدوب مع السوائل. اه واحده واحده. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اه يلا سهل خالص. اقلب الخليط كده فله. عذاب البرتقال هنا محطه بقى اسمها محطه الابداع بتاعه المغازي. لما بقول المطبخ رؤيه فن ابداع هنا الابداع. عذاب البرتقال حطي بشره برتقال وشويه عصير برتقال. اه عايزاها بالفانيليا كتري فانيليا وما تحطيش حاجه ثانيه. عايزاها بالقرفه الناعمه حطي قرفه ناعمه زي الفل يا عم الشيف. ناخد ايه بعد كده؟ الكاكاو. اه شويه من الخليط اللي كان معانا اهو. اه هنحط عليه شويه كاكاو. لسه ما خلصتش دلوقتي عشان اللي بيتابعني. اهو الكاكاو ده هينضرب بحليب الباقي منه ونشرب بيه الكيكه لما تطلع من الفرن. اهو ونقلب دول مع بعض. اهو 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 شايف الخليط ده كده؟ اهو اللهم صل على النبي. اهو انا عايز اعمل شكل فيها كده هنشوفه مع بعض دلوقتي. اهو اهو نزود شويه حليب. اللهم صل على النبي. لازم يبقى قوامه زي قوام الكيكه عشان اوزعه بشكل حلو كده. اهو 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 شفتوا كيكه بالشوكولاته او كيكه بالكاكاو؟ خلاص تطلع بالشكل ده حلو قوي يا عم الشيف. هنخلي بقى شويه دول كده على جنب هنزودهم حليب وندخل ده الفرن. تطلع الكيكه من الفرن يا شيف مغازي نشربها بخليط الايه؟ الشوكولاته وهي سخنه. درجة حرارة الفرن عندي 180 التايم بتاعنا يا عم الشيف من 30 ل 25 دقيقة حسب الحجم بتاع قالب الكيك اللي أنا بحطه في الفرن. أه يلا أودعك. حلو يلا شايفين القلقاس مع بعض؟ نبص عليه كده ونشوف اللحمة. إيه الحكاية دي؟ شوية شوربة متعوب عليهم. نعم جالنا سؤال دلوقتي من الكنترول، ينفع نعمل القلقاس بشوربة الكوارع؟ ينفع ينفع نعمل القلقاس بشوربة العكاوي؟ ينفع. ينفع نعمل القلقاس بالفراخ؟ ينفع بس هتبقى شخصيته ضعيفة شوية. القلقاس استوى؟ حلو، تعالوا نعمل الخضرة بتاعته بقى. لسه اصبر على الحلو تاكله ايه؟ حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف. انت عايز تتعلم الطبيخ ولا ايه؟ قول لي ولا تتعلم المطبخ؟ هتسيب الإخراج؟ حلو. طيب. لما نقطعه ما يعورش إيدك. وينزل كله. بس والله العظيم لما بتكلم من قلبي المعلومه بتوصل للقلب. القلقاس كله تحت ايديا كده وهعلمك ازاي تفرمي. هعلمك ازاي تفرمي القلقاس. تفرميه يعني تقطعيه بالسكينه وتفرمي البقدونس لما تيجي تعملي تبوله. عندنا مشاكل لغايه دلوقتي بشوفها بعينيا وبزعل قوي. زي بالظبط لما يكون واحد مبدع كده ويشوف حاجه غلط بتتعمل يعني ما بيقدرش يقاوم بجد والله. القلقاس السلق بقدونس كزبره ما ينفعش بعد ما اقطعها بالسكينه اعيد عليها السكينه تاني وافرمها هتنزل السوائل بتاعتها والميه بتاعتها والسائل بتاعها وافقده. يبقى انا هاكلها ليه؟ وما ينفعش اغسلها. ده يتغسل قبل التقطيع. بعد التقطيع ما يتغسلش خالص لا الكزبره ولا البقدونس ولا السلق اللي انا هقطعه دلوقتي تحت ايد الهرم. هرم مين يا عم الشيف؟ انت بتهزر ولا ايه؟ تقدر توصل للهرم؟ هرم من السلق اهو. شوف نازل السكينه نازله ازاي؟ لو كترت الشبت قلبتها حله كرومب. بتتحكي؟ اه والله العظيم لو كترت الشبت لا هتحس بطعم السلق ولا باللحمه الضاني. قلت لجوزك انا جايبه لحمه ضاني ولا هيعرفها لا ضاني ولا كندوز ولا جملي طالما كترت الشبت. بيقول ايه؟ حلو حلو. سؤال جالنا من عسبين بقى سهل على السوشيال ميديا عشان نشجع كل الناس اللي بتابعونا دلوقتي على شاشه القناه الاولى. يا استاذه منى السلق ينفع تعمليه بالصوص الاحمر يعني يتعمل بالطماطم؟ القلقاس الاخضر يعني بالخضره اللي انا بفرمها بالسكينه دلوقتي. اهو شايف الجو ده كده؟ خضره جاهزه اهي. الكزبره نخليها على جنب وتعالوا مع بعض نقفل اكله القلقاس اللي احنا خدنا فيها وقت كبير. اهو حل على النار. هتعمله بزيت زيتون ولا بسمنه يا مغازي؟ تعالوا نشوفه. حابينه بايه؟ قول لي. للامانه هستخدم معلقه سمنه بلدي. مش عندنا سمنه في الفريزر؟ جايبها الحاجة وهي جاية تزورك؟ اه حلو قوي. واحط يا عم الشيف. الله فص توم محترم كده حلو مفروم ناعم زي حبة السمسم. ايه الجمال والحلاوة دي يا عم الشيف؟
شايفين ادي الفلفله الحلوه مع التومه. الله، غيرت من شكل التومه. اه حلو قوي، شويه سبايس. اه كزبره ناشفه كاني هعمل ملوخيه. انزل باول حاجه الست الكزبره الخضراء. الكلام الحلو ده بيدينا طاقه ايجابيه، بيدينا دفعه للامام، كلمه حلوه. ياه، يعني شجره طيبه، يعني جذورها فين؟ في الارض. يعني فروعها فين؟ في السماء. شايفين ادي الكزبره الخضراء والسل. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بتناديني تاني ليه؟ السل مع الخضره والكزبره بينادوا للسل، للقلقاس واللحمه. اه مش هنزل بيه دلوقتي لسه، لما شم ريحه الكزبره مع السلق ويختفي كده. اه 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 دي الخضره بتاعته. لسه ما خلصتش. اه معايا حل على النار فيها زلزال من القلقاس. هات يا باشا، هات العب. اه اه والم كده الخلطه دي كده، كل التليفونات انا جاهز. اه ايه الجمال، اشم الريحه. الله، طبعا الشوربه هنا مش محتاجه، فيها كل حاجه، فيها البهارات ما عدا حاجه واحده بس، الملح والفلفل لسه ما حطيتهمش. اه ينزل فين الملح؟ اه على الشوربه. اه اه والفلفل الاسود. اه ونقلب الاول قبل ما ننزل الخلطه دي على الخضره. اه يا نعم. الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف. انا عايز فرسان التلفزيون المصري يجيبوا اللحظات الاخيره للتعرف، البياض والجمال والحلاوه بتاع القلقاس مع حته لحمه ضاني حلوه وسط الجزار جابها، مع الشوربه اللي لها شخصيتها، مع الخضره بتاعتي الجميله، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اه اللهم صل على النبي. ناخد كل ده يا عم الشيف، وصلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. اه يلا ونقلب دول. ايه الجمال ده شيف؟ بالخضره، عذاب الطماطم زي ما قلنا في البدايه، هتحط طماطم مع الخضره اللي بتعمليها دي، اللي هي طماطم مبشوره او معجون طماطم زي ما انت عايز، بس يومها افضل يا شيف للامانه لما تاكليه بالخضره كده من غير طماطم. آه. آه. وبحب انا الشوربه بتاعته اللي هي شوربه اللحمه. يلا ازود بس، اخد شويه دول كده، صعبانين عليا، ما ينفعش اسيب اللحمه دي، مين هياكل اللحمه دي؟ انا هاخد بعدي واطلع فاصل دلوقتي، لان هجيب اطباق الجيران والحبايب والناس الطيبين كلهم، ونهادي بعضينا والجار لجاره مع طبق القلقاس باللحمه الضاني والخضره وطشه الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا مش عايز اغرق القلقاس في قلب المرق، عايز اتفرج عليه كده وهو بيعوم مع اللحم الضاني زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا مع بعض اعمل حاجه حلوه دلوقتي. ايه الصوره الحلوه دي؟ تقولوا معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. عايز اغرف القلقاس دلوقتي. اه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اوبا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي، تسلم ايدك. حلو قوي. طيب عايز اقول حاجه حلوه، انت ممكن تعملي حاجه تبقى احسن مني. البعض يقول لك انا مش بحب السلق ومش بحب الكزبره الخضراء. بسيطه، احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، ناخد القلقاس مع شوربه اللحم، مع حتتين اللحم حلوين للاطفال الحلوين، واحده واحده كده، وتاتا تاتا حبوه من غير خضره. الخطوه اللي بعد كده نطعمه بالخضره، يقول لك ده احلى، او خليه كده، تبقى حسب الرغبه. البعض بيحب كده والبعض ما بيحبش كده. هنغرف القلقاس ده مع بعض كده بسرعه. اللهم صل على النبي. وعندي كيكه في الفرن هشربها دلوقتي، الصوص اللي انا محتفظ بيها على جنب. اللهم صل على النبي. اه ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. اه الخضره وشوربه الخضره بتاعتنا
عصرة الليمون تقدميها على السفرة. يعني يا شيف يعني تبقى جنب القلقاس، ما تعصريش الليمون وتدخليه النار عشان ما نكسرش فيتامين سي اللي موجود في الليمون. خلي بالك. حاضر، عينيا ليك. شايفي عينيا. هنزل بقى بصوص الشوكولاته بتاعي. دي كيكه بالكاكاو يا فاروق. شايف الكاكاو؟ شايف الكاكاو؟ شايف الكاكاو؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ تشرب الصلصه دي وهي سخنه. الله. واحده واحده عليها كده علشان ايه ما ينزلش ويغرق الدنيا. من وقت للتاني نشربها معلقه التانيه التالته لغايه لما تشرب كلها. لونها غامق شويه للناس اللي بتحب الشوكولاته. الشوكولاته بتعلي المود وبتعلي المزاج. بتقوي الذاكره. الطلبه اللي بيذاكروا. عينيا. ما هي لونها كده، خلي بالك لونها كده. حاضر عينيا. بصوا بقى نشرح الشيف المغازي عمل ليه كده. المدرسة الطهوية المغازية بتقول إيه؟ بتقول إن أنا لما بحثت عن القلقاس لقيته موسوعة علمية من القيمة الغذائية متعدد الفوائد، أولهم تأخر الشيخوخة، ففرحت قوي، قلت هعيش طول عمري شباب، مش الجمبري بس والسمك، حلو الكلام ولا أوميجا 3، كمان بيعزز صحة العضلات وصحة القلب وصحة الكولون والحاجات اللطيفة الحلوة. وفي مشكلة كمان إن هو السعرات الحرارية بتاعته قليلة والسكريات فيه قليلة جدا، فالرياضيين بيحبوه. لانه بيحتفظ بالطاقه بتاعتهم وباللباقه بتاعتهم واللياقه بتاعتهم. فقلت احافظ على البياض بتاعه، اذا ربنا خلقه ابيض ولطيف وزي الحلو. فقطعت مكعبات وقطعت السلق مع الكزبره الخضراء، فرمتها بالسكينه وبقى الابيض باين والخضار باين. عايزه تعمليه في الخلاط زي ما بتقولي كده، هو بقى كله لون اخضر، يعني كده طفيت اللون الابيض بتاعه. دي طريقه ودي طريقه، وممكن تعمليه بالطماطم هيبقى لونه احمر حسب الرغبه. انا هعمل دلوقتي المحمره، لسه واكلها امبارح. الأمانة حماتي عملتها لي بصراحة، أنا أكلت صوابع وراها، بس ما أكلتش الطعم ده قبل كده، فسألت اتعملت إزاي؟ وإيه تفاصيلها؟ بصراحة يعني عجبتني جدا، أنا أول مرة أعملها. فأنا كنت بعملها زمان بالبقسماط بتاع الكحك، اللي هو بتاع اللي بيتعمل بانيه، اللي هو بتاع التوست. إنما نعملها بالبقسماط بتاع الشاي، دي كانت مفاجأة. إيه السر يا عم الشيف؟ بقسماط بتاع الشاي، شطة، طحينة، دبس الرمان، وكمان شوية عين جمل مطحونين. وعصير ليمون وزيت زيتون، غير كده مفيش، وشويه ملح وشويه فلفل، وما بتاخدش توب. فسالت ليه طعمها، لا انا بعملهاش كده، ما بتبقاش طعمها كده. فبحثت من هنا لهنا، خدت السر. السر ان البقسماط بتاعنا الجميل الحلو اللي احنا بنستهزى بيه عليه سمسم. ركزوا بس والله العظيم اللي انا بقوله ده اهم من اللي انا هعمله، عشان الموضوع سهل. انا هضرب دول في الخلاط وهغرفهم زي الحمص الشام او زي المتبل وكل، وخلصت الحدوته وخلاص. البقسماط ده اللي هو المحمص اللي بنشربه مع الشاي، في ميزه ان السمسم اللي على وشه محمص لما بيطلع هو سخن من عند البيكري المخبز يعني او الفرن اللي بنشتري منه، ريحته بتقلب الشارع زي حبه البركه كده سبحان الله المخبوزات. فطحن البقسماط مع السمسم المحمص في قلب الخلاط هو ده السر. اول ما حطيت ايد على السر قلت والله اللي اعملها بكره، جيت اعملها. شفت صراحه احسن من كده، هناخد البقسماط نحطه كده. موضوع لطيف وزي بدل ما بيتحط في الشاي بيتحط فين يا عم الشيف؟ في قلب الكب. كفايه دول، كفايه دول. ودي كمان عشان الحبايب، نعمل طبق كبير والحبايب. واول حاجه هنعملها ننعم ده شويه، وهو بينعم هننزل بيه بقى. ركزوا معايا واكتبي وراه، يلا. اسف للازعاج طبعا، اسف جدا. المخرج بيقول لي طب ما طحنتش ليه دي قبل الفاصل؟ انا حابب انبه عن المعلومه ديت لان هو ده السر، ولما بحط ايدي على السر وخطوه النجاح اللي بتدينا الابداع بركز فيها شويه. ده الطحن ناعم جدا اهو، ببص عليه كده بعمل زي البقسماط او زي التوست اللي احنا بنعمل فيه البانيه. ناعم جدا اهو زي الدقيق، حلو الكلام؟ ده طعمه حلو قوي. هنقفل كده عليه، ورقه وقلم بقى وسجلوا ورايا اللي احنا هنحطه واحنا شغالين مع بعض. اول حاجه دبس الرمان. ينزل عليه، شوف ازاي القوام. دبس الرمان. نزل بالشكل ده كده، ولا
خلي شويه نزين بوم الطبق. حلوه. ركزوا واكتبوا ورايا المقادير دي ارجوك، هتدعي لي والله العظيم لو قدامك خروف ضاني هتاكليه بعون الله. هننزل بالطحينه. يا ويلي طحينه عينيه. حلو قوي. هننزل بقرن فلفل حار سبايسي قوي. حلو. وانا شغال كده لقيت في طريق شطه حلوه سوداني جايه من السودان اهي، حلوه دي كده اهي سبايسي الاكله دي خلي بالك. ننزل بشويه عين جمل كل ده اهو وانا شغال واحده واحده. عين جمل ممكن تحطي لوز بس هي بعين جمل حلوه عامله زي صلصه الشركسيه كده. كل دول يا عم الشيف كل دول شيل الحاجات دي من هنا بقى عشان نشغل الخلاط بتاعنا ونشوف القوام اللي احنا هناخده دلوقتي بالشكل ده كده مع زيت زيتون. وشغل خلاطك يا عم الشيف. تمام. فريق الاعداد وفريق الاخراج كله عايز يعرف انا حطيت ايه في الخلاط. حلو قوي. اللي انا حطيته في الخلاط معانا منه هنا اهوت، حطيت عين جمل، حطيت زيت زيتون، حطيت شطه نوعين، فلفل اخضر حار بتاعنا وفلفل متيبس جاهز، وحطيت دبس الرمان، وحطيت كمان شويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا. واشيل الخلاط ده كده ونشوف الخلاط فيه ايه. واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ونصب الخليط ده يا عم الشيف ويتقدم بألف هنا وشفا كده للي ياكل منها هيدعي لي. يا ويلي اسمها المحمره عينيا. دي بقى حطي بقى ديك رومي خروف ضاني. والله انا متعشي ومش جاي نفسي على حاجه اكلها زي ما حصل معايا كده اهو. دي طبعا هتجمد شويه. حلو الكلام. نزينها بزيت الزيتون ونقدمها بألف هنا وشفا اهي. يا دلعك يا شيف. مطبخنا من كل مطابخ العالم بنقدمه على شاشة القناة الأولى بطعم تاني وبشكل تاني. والقاس باللحمة الخضرة باينة والقاس باين. عملنا أكلة مشهورة جدا في المطبخ اللبناني والسوري اسمها المحمرة مقبلات الشيف. عملنا كيكة كلها بالشوكولا من جوه ومن بره عشان تعلي المود ويبقى مزاجنا حلو مع طبق سلطة خضرة لطيف على السفرة بتاعتي. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.